الله من جديد واهلا وسهلا بكم اخواني، مستمرين اياكم بتقديم سلسله دروسنا التعليميه. درسنا اليوم راح يكون عن كيفيه تثبيت الماك ادريس اوتوماتيك بالبرود باند. يعني اول ما يسجل اليوزر دخوله بالجهاز راح يقفل على الماك ادريس، وما ممكن انه اليوزر يدخل بحاسبه ثانيه. تمام، من خلال هذا السكريبت اللي امامك وظيفته شنو؟ وظيفته انه اليوزر اليوم انت انطيت اشتراك، اجا الهاي الحاسبة سجل بيها اشتراك، كان حاسبة او راوتر تي بي لينك ماكو مشكلة، المهم هو وين راح يخلي اليوزر. فهسه اني حاليا عندي اليوزر احمد داخل، تمام، هذا اليوزر عندي احمد داخل، نطبق عليه هاي الفكرة. فاني راح اطلع من الاكتف حتى يرجع يدخل وياي مرة ثانية. سجل الدخول هسه حاليا، ارجع ادخل مره ثانيه، مثل ما تتباوع اخذ لي الماك ادريس مالت الحاسبه. تمام، هسه يعني اذا جرب اليوزر بحاسبه ثانيه راح يرفضه مباشره، لان تعرف على هذا الماك ادريس، فقط هذا الماك ادريس المخصص له بالدخول لهذا اليوزر. هسه شو نسوي؟ عندي هذا الاي تي لايف، هذا راح اجرب ادخل به على من حاسبه ثانيه، وبنفس الوقت راح اجرب اسجل به الدخول على هاي الحاسبه وباوع النتيجه. انتظروني وياي بس بين ما اربط الكيبل. هسه سجلنا دخول باليوزر اي تي لايف بالحاسبه الثانيه، مباشره اخذ لي الماك ادريس مالها. هسه راح اجرب اسجل بي دخول بهاي الحاسبه، فخل اطلع اني من الاكتف. فاي تي لايف والباسورد 123 تتباوع، مباشره رفضه. ارجع على اليوزر القديم مالتي احمد والباسورد ايضا 123، مباشرة سجل عندي الدخول. اذا هاي فكرة تثبيت الاشتراك على الماك ادريس. يعني انت اليوم عندك مشترك اجاك نطيته يوزر نيم وباسورد، دخل بي الراوتر تيبي لينك، راح ياخذ الاي بي، راح ياخذ الماك ادريس وراح يقفله عليه، بحيث اليوزر اذا تنطيه الشخص ثاني ما راح يقدر يسجل بدخول. اتمنى الفكره وصلت. اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل وياي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.